صباح الخير يا شباب. صباح النور يا مستر. صباح الفل. اوكي يلا بينا. الدنيا بتاعت الويفز ظبطت شوية معانا. تمام. تمام. الثيرمال ظبطت كده. تمام. اوكي تعال بقى نخلص اخر تشابتر في الفيزيكس. هوبفلي يعني by the end of this week نكون مخلصين كله بحله وبادين كمان في حته بيولوجي ان شاء الله. اللي هناخده النهارده electric quantities. اوكي وهناخد يعني ايه electric charge مبدئيا. يعني احنا النهارده هناخد chapter ال electricity. electricity هناخد ايه في ال electricity؟ هناخد الاول شويه definitions هنفضل نرددها طالما احنا بناخد ال electricity. اوكي الديفينيشن دي فولتج وكرنت انتنسيتي وهناخد الريزيستنس. بس قبلهم كلهم هناخد الكتريك تشارجز. وات از الكتريك تشارج؟ بيقول لك الكتريك تشارج هي a property of matter. It is a property of matter. The property of matter دي once in the matter عندها charge had experience that experience force. يبقى أي matter عندها charge had experience force when next to another charge or in electric field. When the charge اللي احنا بنتكلم عليها is next to another charge or حطيتها انا in an electric field. يبقى what is electric charge? Electric charge هي property of matter that experience a repulsion أو a force, attraction أو repulsion force. إمتى الماتر هيبقى عندها force أو experience force؟ لو حطيتها الشارج دي اللي موجودة جوه الماتر اللي عندي حطيتها next to another charge أو في electric field. خلاص؟ نفتكر بسرعة حتى في الكيمستري. أي أتم أوكي؟ أي أتم عندها إيه؟ الأتم عندها الاتم عندها نيوكليوس ونيوكليوس دي عندها بروتونز وعندها نيوترونز وعندها كمان الكترونز بتلف في الانرجي ليفل صح ولا لا؟ يبقى انا عندي الالكترونز ودول نيجاتيفلي تشارجد. بنقول نيجاتيفلي تشارجد الكترونز which rotate in energy levels. عندي البي دول بروتونز والبروتونز دول positively charged. positively charged protons دول positively charged. وعندي neutrons اللي مرزوعين جنب البروتونز في النيوكليوس ودول has no charge. يبقى انا عندي هنا neutrons ودول no charge و الالكترونز بيبقوا عندهم نيجاتيف تشارج. حلو قوي. اوكي بروتونز الكترونز ونيوترونز عندهم بروبرتي كولد الكتريك تشارج. يبقى البروتون الالكترون النيوترونز اللي عاملين الاتم هاف بروبرتي كولد عندهم property اسمها ايه؟ electric charge. واضح؟ يبقى electric charge دي it's a property of matter. بعرف منين هي موجودة؟ لما الماتر دي force او force applied عليها that experience a force when charge is next to another charge او محطوطة في electric field. What is the charge? Charge هي property of matter زي ما اتفقنا. كل الأوبجكت لازم يكون عندها ماس وتشارج. أوكي؟
كل الأوبجكت لازم يبقى عندها ماس اند تشارج. طيب الرول اللي بيحكمني هنا، لو أنا أول رول، if we have two similar charges next to each other، يبقى أنا عندي two similar charges next to each other، عندي اتنين charge زي بعض قريبين من بعض، ده على طول they apply، يبقى it's a property of matter charge apply a force، اهي they apply a force، لو عندي two charges زي بعض apply a force on each other، يعني كل واحد هيخلي التاني يحصل يزقوا بعض يعني يحصل pushing. اوكي يزقوا بعض ازاي؟ لو عندي اتنين positive they will repel، تحركوا بعيد عن بعض، لو عندي اتنين negative they will repel away from each other. هنا هقول each will repel، تمام. طب تاني rule، لو عندي two different okay charges next to each other، هقول ان هما they will attract، هيتشدوا البعض، يعني ال positive وال negative هيتحركوا towards each other they will attract. اوكي ده تاني رول. الثيرد رول، لو عندك واحد نيوترال والتاني charged، يبقى نمبر 3، لو عندك one charge اوكي او عندك one object is neutral، neutral object، neutral object and charged object، charged object، هنا the two objects differently charged أو oppositely charged، واحد positive واحد negative، two objects هنا واحد positive واحد negative. okay تالت رول، عندي neutral object plus charged object، في الحالة دي the two objects will attract، هيتشدوا البعض. اوكي ليه بقى؟ ليه لو انا عندي charged object حطيته next to neutral object هيattract؟ بص يا سيدي، ادي neutral، النيوترال ده بيبقى عنده جواه بوزيتيف ونيجاتيف، وهو مش عايز مشاكل، مش عايز ريبولشن بقى ونزق في بعض وكده، ده نيوترال. جيت حطيت next to it negative، negatively charged object، اوكي هنا هيحصل ايه؟ هيحصل ان الشارجز اللي جوه النيوترال اوبجكت هتري ارينج نفسها، يعني بالمنظر ده النيجاتيف جنب النيجاتيف قلق توتر، هتروح عامله ايه؟ هتروح مرتبه روح جايبه البوزيتيف هنا والنيجاتيف تروح الناحيه الثانيه، هيبقى البوزيتيف تشارج تيجي جنب النيجاتيف تشارجد اوبجكت والنيجاتيف تبعد عنه، يبقى كده يحصل كايند اوف ايه، بوزيتيف اهو عند النيوترال وده النيجاتيفلي تشارجد اوبجكت يجري يتشد على مين؟ على نيوترال ولا لا؟ فهمنا؟ حلو. طب لو انا جيت دلوقتي جبت نيوترال اوبجكت تاني اهو another neutral object وقربت له واحد، يبقى كده نيوترال بلس نيجاتيف، هنا نيوترال بلس بوزيتيف. حلو النيوترال اوبجكت اهو اوكي عنده ال
بوزيتيف وعنده النيجاتيف. وانا رحت جاي ورحت حطيت له ايه جنب منه نيكست تو ات، حطيت له واحد بوزيتيف. بوزيتيف وبوزيتيف يعملوا مشاكل، ريبالشن، توتر. هيبتدي دلوقتي نيوترال ده عنده بوزيتيف ونيجاتيف الاثنين جواه والاثنين قد بعض، عشان كده هو نيوترال. هيبتدي يزق البوزيتيف بعيد ويجيب النيجاتيف هنا قريب. يبقى الترتيبة الجديدة ادي النيجاتيف، ادي البوزيتيف، ادي البوزيتيف تشارج اتراكتد لمين؟ لل نيوترال اوبجكت. يبقى هنا حصل كايند اوف ايه؟ اتراكشن. وهنا اتراكشن. تمام؟ ماشي. نيجي بعد كده نتكلم على الايه؟ نتكلم على الانسيوليتر والكوندكتورز. مش بنتكلم عليهم ثيرمال بقى، نتكلم عليهم الكتريك. ها، يبقى بنتكلم على الانسيوليترز اند كوندكتورز. خد بالك الحاجه الوحيده اللي بتكوندكت ان يبقى عندك فري موفينج الكترونز. اوكي، الانسيوليترز دونت هاف فري موفينج الكترونز. يبقى الانسيوليترز، الانسيوليترز ما عندهمش نو فري موفينج الكترونز. الكوندكتورز، الكوندكتورز دول they have free moving electrons. have free، الكلام ده قلناه قبل كده، moving، خد بالك electrons. الالكتريسيتي اللي بتحركها هي التشارج اللي بتلف شايله الالكتريك انرجي او الالكترون. لكن الثيرمال انرجي كانت بتتحرك ازاي؟ تروح حاجتين، vibration of solid collision with next set of particles. Okay, transferring to its thermal energy plus the free moving electrons. لكن الكهرباء ما بتنقلهاش إلا الـ free moving electrons. تمام؟ يبقى they have free moving electrons. Which are the electrons دول؟ free عرفناها، moving عرفناها، وتشارجد. they are electrons دول free وموفينج وتشارجد، وما دام تشارجد to deliver electricity، charged to deliver electricity. وضحت؟ تمام. الكوندكتورز عندهم electrons which are free، ماشي، which are moving، تمام، which are charged to deliver electricity، اللي هو ايه؟ الالكترونز دي بتبقى negatively charged ولا لا؟ الانسيوليتر ما عندهمش free moving electrons، زي البلاستيك مثلا، تمام، زي الخشب، ما عندهمش free moving electrons. امال الانسيوليترز دول بناخدهم ليه؟ لان احنا ممكن نشحنهم، we can charge insulators، تمام؟ يبقى الانسيوليت كوندكتورز وعرفنا نعمل بيهم الوايرد وكل الميتالز، يعني اكزامبل على الكوندكتورز الميتالز مثلا كلهم عندهم فري موفينج الكترونز وبتبقى بيبقوا فري وموف وعندهم تشارج. الكترونز ار فري وموف اند ذي هاف نيجاتيف تشارج. الانسيوليتر نو فري موفينج الكترون. اكزامبل على الانسيوليتر وي كان سي مثلا لايك الوود، لايك البلاستيك اند سو اون. ازاي اقدر ان انا ادي انسيوليتر تشارج؟ سهله جدا. بعد ما بتبقى مشغل التلفزيون وتيجي تقفله تحط ايدك على الشاشه بتاعته تلاقي فيه تكتكه كده، صح ولا لا؟ حاجه ليها صوت كده، ايه ده؟ ده الشاشه دلوقتي سكرين دي تشارجد، ولما تشارجد ابتدت تعمل اتراكشن لكل نيوترال اوبجكت اللي معلقه في الاوضه، التراب، الدست الرفيع ده، فراح لزق عليه. في برضو ناس وانا منهم في الشتاء
لما بتلبس تعرفين البلوفرات اللي بنلبسها في الشتاء بتبقى سينثيتك. يعني ايه سينثيتك؟ يعني والبطاطين والكلام ده، كل الكلام ده بيبقى يا جماعة من حاجات سينثيتك، سينثيتك بوليمرز، بلاستيك. اوكي، عاملينه، عاملين منه خيوط البلوفرات، عاملين منه البلانكتس متغطى بيها اند سو اون. معايا ولا لا؟ في معاك. ساعات ناس في الشتاء تيجي تمسك أكرة العربية، سبيشالي لو أكرة العربية دي بتبقى ميتال بيكهربوا. أنا كده ليه بيحصل كده؟ لأن حاليا حضرتك بتبقى عبارة عن سلك. إيه ده؟ إيه ده؟ إزاي؟ كل البلوفرات بتاعتنا بيبقى عليها، بتبقى سينثيتك، الفريكشن، الاحتكاك بتاع الخيوط بتاعت البلوفر مع بعض وانت لابسها، ده بيخليها تشارجد. شوف انا قلت لك كلمه احتكاك، رابنج، بيخليها تشارجد. لما تبقى تشارجد بتاتراكت عليها، بيبقى بيقف عليها تشارجز، وبيأتراكت عليها فتر رفيعه كده بتبقى موجوده. ساعات تلاقي البلوفر لاقط حاجات كده رفيعه. ايه ده؟ نفس نظريه بالظبط السكرين بتاعت الموجودة عندك بتاعت التلفزيون، لما بتشد عليها الداست بارتكل لأنها بتبقى تشارجد لما تشتغل. أول ما إيدك تلمس أكرة العربية الحديد بتبتدي التشارجز دلوقتي تتنقل من على البلوفر اللي أنت لابسه through your hand لإيه؟ للميتال، بتحصل الكهرباء دي. أنا شخصيا مرة حصلت معايا، كنت قايمة أصلي الفجر وكان النور بتاع الأوضة مطفي وشتاء، بزق البطانية لقيت شرارة رفيعة كده. الشرارة دي جت منين؟ جت من إن البطانية دي سينثيتك، ف ديو تو الرابنج اللي حصل وأنا بزق البطانية حصل إيه؟ حصل تشارجنج. يعني بقى في كهرباء موجودة على الإيه؟ على البطانية دي، على البلانكت دي. فاهم قصدي؟ يا شباب ايوه يا مس، تمام. يبقى charging لما بيحصل charging الانسيوليتر، البطانية، البلوفر، وات ايفر، بيحصل باي رابينج. ما اعرفش لعبت اللعبة دي وانت صغير ولا لا، كنت بتجيب رولر وتقعد تعمل لها رابينج في شعرك. شعرنا على فكرة كيميكالي وايز هو صوف، معمول من البروتين، هو صوف وول. وبعدين تجيب بيتس اوف بيبر صغننه كده، وتجيب مسطره تعمل لها رابنج. اوكي، لما بتعمل لها رابنج بتبقى تشارجد. المسطره دي بتبقى معموله من بلاستيك which is insulator. لما بتعمل لها رابنج في شعرك انت بتعمل لها تشارجز. وبعدين تجيب حتت ورق صغيره قوي، تقطعها حتت صغننه قوي، فتافيت صغيره، وتقرب المسطره دي ليها، هتلاقي الورق اتراكتد للايه؟ طلع لزق في الرولر. ليه بقى؟ لان الورق ده نيوترالي تشارجد والرولر دي عليها تشارجز دلوقتي ديو تو رابينج. هنا بيحصل اتراكشن بتوين نيوترال، نيوترال بيتس اوف بيبر والمسطره اللي انت عامل لها، اللي انت عامل لها تشارجنج لما قعدت تعمل فيها ايه؟ رابينج في شعرك أو في حتة صوف أو وات ايفر. How to make something charged؟ إزاي to make any object charged؟ أوكي؟ هعمل حاجة من الاتنين، يا إما أريموف الإلكترونز from it. هو كان عنده positive ونيجاتيف، هو كان neutral، لو شلت منه electrons هيبقى ايه؟ هيبقى positive object دلوقتي ولا لا؟ ولو add electron to the object هيبقى ايه؟ It's going to be negative. مظبوط.
Team of eight. Excuse me. اللي في السيركل دي. مش سامعاكي خالص. بقول لحضرتك ممكن حضرتك تقولي تاني هن remove ايه؟ دلوقتي انت نيوترال اوبجكت، يعني عندك البوزيتيف والنيجاتيف قد بعض ولا لا؟ اه لو انا شلت منك النيجاتيف يبقى مين اللي فاضل لك؟ البوزيتيف. يبقى انت بوزيتيفلي تشارج اوبجكت. اه اوكي والعكس صح؟ لو انا اديتك الكترونز وانت عندك البوزيتيف قد النيجاتيف هتبقى واديتك نيجاتيف. exactly، يبقى مين اللي بيحكم الحوار؟ انا حطيت مين وشلت مين. جميل. مين بس اللي بيتحرك؟ الالكترونز نيجاتيف نيجاتيف. exactly electrons only، electrons only added or removed، صح؟ electrons only added or removed، مظبوط. لو انا remove electron from the object هيبقى ايه؟ انا شلت منه الالكترونز، هيبقى بس الظهر عنده الايه؟ ماينس الكترون. تمام. طب لو الاوبجكت ده، لو الاوبجكت ده نيوترال اهو، عنده بوزيتيف ونيجاتيف، وانا رحت مزود له الكترون، هيبقى ايه؟ هيبقى ايه هنا؟ يعني take electrons هنا، add electrons، هيبقى negative ولا لا؟ تمام؟ ماشي؟ تعالوا نعمل، نشوف هنعملها ازاي دي. example، ناخد example على الكلام ده. لو انا جبت جلاس رود، لو انت عايز تعملها النهارده في بيتكم اعملها بعد الحصه، هات مش او رولر واقعد اعملها رابنج في شعرك، بس في دايركشن واحد، يعني من فوق لتحت او من تحت لفوق. وقبل ما تعمل كده هات حتت ورق صغننه قوي، قطعها فتافيت صغننه جدا جدا وحطها على تيبل قدامك. وبعد ما تعمل رابنج للرولر دي في شعرك اقعد كده حركها من فوق لتحت او من تحت لفوق 10 مرات 15 مره، حطها next to the bits of paper، هتلاقي ال bits of paper attracted لمين؟ للرولر دي. اوكي؟ لو انت عندك get a glass rod and woolen cloth. هل؟ وهعمل rubbing أو هعمل friction by friction. جميل. If you rub insulator next to each other يبقى دلوقتي انا عندي ايه؟ by rubbing two insulators اللي هم مين ومين؟ ال glass rod وال woolen cloth next to each other، next to each other one lost electrons. اوكي. The other هتكسب الالكترون دي ولا لا؟ gained electrons. اللي lost electrons هتبقى positive، اللي gain electrons هتبقى negatively charged object. يبقى هلاقي مثلا، ال glass بقى negative عليه كام تشارج؟ عليه 5 صح؟ هلاقي this is the glass، هلاقي ال piece of cloth بقت positive، نفس الخمسة ها؟ هنا 5 positive charges صح؟ وهنا 5 negative. ليه؟ لان في الكترونز اتنقلت منين؟ من الكلاث لمين؟ للجلاس بالظبط، باي رابينج.
equal amount of charges. خلي بالك equal but opposite charges. Equal amount but opposite charges. مش نعم مش معنى من كلاس جلاس مش معنى ايه؟ من الكلاس للجلاس مش العكس. ديبيندز على الماتيريال. ممكن لو عملتيها، ممكن لو شلتي ال ال الولن الصوف وجبتيها سلك يبقى العكس. تمام؟ it depends على الماتيريال. ممكن لو شلتي الجلاس وجبتي مكانه بلاستيك يبقى العكس. ال all of all هنا اللي يهمني ان واحد هيخسر وهيبقى بوزيتيف، التاني هيكسب وهيبقى نيجاتيف. next number of charges ده عليه خمسة بوزيتيف يبقى التاني عليه خمسة نيجاتيف. تمام؟ ولكن ال charges are ايه؟ they are equal in amount لكن opposite charges. فهمنا دي؟ يعني I can change. أنا هنا كان عندي wool مع glass، لو غيرت جبت مثلا أي insulator تاني، عملت rubbing ب another insulator، واحد فيهم هيبقى positive والتاني negative. depends على الماتيريال اللي احنا بنستخدمها. اوكي؟ يبقى which is positive and which is negative that depends على الماتيريال. which object will be positive or negative depends on the materials rubbed against each other. Okay? Against each other. تمام؟ زي الفل. دي أول حاجة. طب يجي لي فيها إيه؟ يجي لك في حوار الرابنج ويحصل لهم إيه بعد كده؟ والريبلشن والأتراكشن between the objects when they are positively charged, negatively charged, أو neutral. ندخل في الحتة المهمة. أوكي؟ الإلكتريك سيركت. The electric circuit. ركز بقى معايا العشر دقايق الجايين دول. تمام؟ What is the purpose of any circuit؟ يقول لك إن the purpose of any circuit إن هي شركة نقل شركة نقل الانرجي. The purpose of any circuit. The purpose of any circuit. بص الجاية دي. To deliver electric energy to the load. To deliver electric. يبقى أي circuit وظيفتها تعمل إيه؟ To deliver electric energy. من فين لفين؟ From the source of electricity. From the supply. From the supply. اللي هو let's say مثلا بطارية. To the circuit component. اللي هي مين؟ To the device. The circuit component. اللي هي البلب مثلا. اللمبة. يبقى وظيفة أي circuit تهبب إيه؟ شركة نقل الإلكتريك إنرجي. أوكي؟ تعالى نشوف كده سيمبلي اللي بيحصل. ببساطة كده وأنت صغير لو شفت الرسمة دي بتقول على دي إيه؟ بتقول على دي إيه؟ جنرال نوليدج. دي إيه دي؟ بطارية دي ولا لأ؟ وأنت صغير بتشوف دي تقول دي بطارية مظبوط؟ أيوه. والبطارية لما تيجي تبص عليها بتلاقي something comes out كده من البطارية مكتوب عليه positive، يبقى this is positive pole and this is the negative pole بتاع البطارية. حلو؟ تعالى كده simply نشرح ايه اللي بيحصل. دي بطارية اهي،
انا جبت وصلتها هنا بسيركت. السيركت دي عباره عن ايه؟ سلك. وصلتها بسلك، والسلك ده وصلته بلمب. سيمبلي خالص. تعال نشوف ايه اللي هيحصل. اوكي اهو، والسلك ده رجعته تاني للبطاريه. يبقى ده البوزيتيف بول بتاع الباتري، وده النيجاتيف بول اوف ذا باتري، صح؟ وادي البلب بتاعي، مظبوط. جوه الباتري فيه ايه؟ جوه الباتري فيه كيميكال بيرياكت مع بعض، وبتتحول الكيميكال انرجي تو الكتريك انرجي. الغرض من السيركت ان هي توصل الالكتريك انرجي منين؟ من السورس، من الباور سبلاي، صح ولا لا؟ تو ذا بلب هنا ولا لا؟ مظبوط شباب؟ ايوه حلو. اللي هقوله لك دلوقتي ده اللي فكروا فيه الساينتست زمان 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 في 1800، في 19th century. قال لك ان ايه ده البوزيتيف بول اوف ذا باتري. البوزيتيف بول اوف ذا باتري هتطلع منه تشارج، والتشارج دي بوزيتيف، والتشارج البوزيتيف دي شايله الالكتريك انرجي. سو مين اللي شايل الالكتريك انرجي يا حلوين؟ مين؟ This is a charge. يبقى البتاع الزرقاء دي اسمها ايه؟ استنوا هرسمها كلها اهو. الحمراء دي كلها اسمها ايه؟ positive charge. شايله ايه؟ شايله electric energy. جايباها منين؟ جايباها من الباتري، لان الباتري فيها ايه؟ فيها chemical. حول فيها chemical energy into electric energy، صح ولا لا؟ ايوه. نيجي نقول، ركز بقى معايا والنبي العشر دقايق جايين دول. Close the circuit. Close the circuit. اقفل السيركت. Close the circuit يعني switch على الزرار بتاع ال switch، عمل عليه on. دلوقتي ال charge will move. منين؟ From the positive charge. هتحرك from the positive side of the battery. يبقى الشارج هتتحرك منين؟ من ال positive side بتاع البطارية. طلعت من هنا، شايفها ولا لأ؟ leave the battery. تسيب البطارية. leave the battery. ولما تليف البطارية شايلة فوق نفخة ايه؟ carrying ايه؟ carrying. انا رسمها لك electric energy ولا لا؟ electric energy. معايا يا جماعة؟ معاك. هل carrying some electric energy، لان جابتها منين؟ جابتها من الباتري اللي عندها chemical energy، وتحولت into electric energy due to chemicals الموجود في الباتري. اوكي؟ يبقى الشارج دلوقتي بتشتغل عندي، بتشتغل عندي بتعمل لي ايه؟ بتشيل الالكتريك انرجي اللي البطاريه طلعتها. دلوقتي the positive charge، the positive charge will repel with the positive pole of the battery، of the battery. هيحصل repulsion between the positive pole of the battery ومين؟ positive pole of the battery وال positive charge. تمام؟ so it moves، the positive charge will move throughout the circuit. okay؟ يبقى the electric charge will move through the circuit. شايلة ايه فوق نفخة يا ابني؟ electric energy to deliver electric energy. والكلام ده بيبقى through مين؟ through conductor.
conductors. هل اللي هو بيبقى معمول منين؟ usually made of a copper wire conductors. هل خد بالك من حاجة، والحاجة دي هنعرفها قدام سنة، نوت صغننة كده، نوت. Some of the electric energy, some of the electric energy carried by the church, carried by the church. شوية صغيرين قوي. Okay, شوية صغيرين قوي. Some of electric energy carried by the charge will be used to drive the charge. يبقى هتستخدمها عشان تحرك بيها التشارج ولا لا؟ Throughout the mean. Throughout the wires. To overcome the resistance. أنا عايزة بس المعلومة دي عشان هنستخدمها قدام شوية. Of the wire. تمام؟ يبقى التشارج دي يا جماعة شايلة إيه فوق نافوخها؟ النبي ركز معايا، شايلة إنرجي. عشان توصلها لمين؟ التارجت من التشارج إن هي توصل الإنرجي لمين؟ باتري. لا، للمبة. هو أنا موصل اللمبة عشان تنور ولا لأ؟ اللمبة دي عشان تنور، مش عايزة إلكتريك إنرجي. تتحول إنتو لايت إنرجي ولا لأ؟ مين اللي هيجيب لي إلكتريك إنرجي من بطارية؟ يوصلها لللمبة، مين؟ مين يا جماعة؟ البوستيف تشارج. البوستيف تشارج طالع من بوستيف بول اوف ذا باتري، حصل بينهم ريبولشن، ابتدت تتحرك. شوية من الانرجي اللي شايلها التشارج فوق نافوخها، ما التشارج مش شايلة انرجي فوق دماغها، هتستخدمها ان الريبولشن لوحده مش كفاية ان هو يزق التشارج ثرو اوت ذا سيركت. يبقى الريبولشن ده هيدي فورس، لكن انا برضو في انا كتشارج عايزه اتحرك مسافه ابعد، فهستخدم ايه؟ هستخدم شويه من الانرجي اللي انا شايلاهم فوق نافوخي. تو اوفركم مين؟ اي غلاسه تقابلني في الواير وانا بتحرك اللي اسمها ريزيستنس. يبقى هل كل الانرجي اللي طالعه من البطاريه هتوصل لللمبه؟ لا، some of the energy will be used to overcome the mean. To overcome the mean to drive the charge and overcome the resistance ولا لا بتاعت الواير؟ لان ما فيش واير الريزيستنس بتاعته زيرو، بس في واير الريزيستنس بتاعتها اقل حاجه اللي هي ميد اوف كوبر. ذا وايرز ميد اوف كوبر. اوكي، هنا بقى هتحصل مشكله. ايه هي؟ وين ذا تشارج ماشيه في حالها السيركت دي وحاجه زي الفل. تعال نرسم السيركت تاني. ادي السيركت بتاعتنا، كانت عباره عن حاجة primitive جدا، بطارية فيها positive pole و negative pole، وادي ال circuit. وهنا دخلت فين بقى الواير دلوقتي؟ هتلاقي مشكلة وقفلها. المشكلة اللي وقفلها هي مين؟ ايه ال problem دلوقتي will face the charge؟ ال bulb. charge طلع اهي positive، شايلة ايه فوق نافوخها؟ شايلة energy. electric energy، واخداها من الباتري. تمام؟ دلوقتي بيقول لك the charge when the charge find the problem. دي بالنسبة لي problem. charge جت هنا، شايلة الانرجي فوق نافوخها، لقيت مين واقف لها زي اللقمة في الزور؟ البروبلم بتاعتي اللي هي مين؟ اللي هي البلب. تشارج عايزه ايه؟ عايزه تفضل تلف. اللمبه او البلب هي مشكله وقفت قدام التشارج بتغلس عليها ان هي تعدي. And I want the lamp to work. يبقى انا الديفايس ده اللي هو البلب ده انا عايزه يشتغل. صح ولا لا؟ التشارج دلوقتي شايله انرجي والكوندكتورز سايبها تمشي براحتها. الكوندكتورز
conductors allow the charge to move freely. حلو. الديفايس بقى هيغطت عليها. الديفايس هي prevent التشارج to post. تروح فين يا تشارج؟ مفيش حد هيعدي هنا. فالتشارج دي اصلا ملهاش دعوه، هي عايزه تفضل تلف براحتها. فالتشارج هنا هتقول للديفايس ايه، لللمبه ايه، خدي خدي، هت prevent التشارج to pass، ها هتعمل لها حاجه اسمها resistance، هتغطت عليها. التشارج عايزه to go through the whole circuit بما فيهم البلب، هتعمل ايه دلوقتي؟ التشارج هتقول لللمبه بصي بقى بلاش دوشه، the charge هتدي اللمبه الانرجي اللي هي شايلاها. The charge will give the bulb، هتدي البلب الانرجي اللي هي شايلاها. The energy carried by the charge from the mean from the battery. يبقى انا كده حققت الغرض بتاعي ولا لا؟ التشارج داخله على البلب، البلب اللي طلعت ما انتش معديه، مفيش حد هيعدي هنا، هتعمل لها حاجه اسمها ريزيستنس. التشارج مش بتبص خالص على اي حاجه الا انها تو كيب جوينج ثرو اوت ذا سيركت. هتروح عامله ايه للتشارج؟ هتروح مسلمه الانرجي لمين؟ قول للمبه انت مضايقاكي الانرجي خديها مش عايزه، ادي الالكتريك انرجي. وتعدي التشارج تخرج من الاذر سايد من البلب مش شايله حاجه. اوكي يبقى the charge will move on but energy free ولا لا؟ the charge will keep moving صح but without mean، without mean يا جماعه without energy. اوكي هل اللمبة واللمبة تروح منورة، هل اللمبة يكفيها الانرجي اللي كارد باي وان شارج؟ لا طبعا، عايز انرجي على طول ولا لا؟ This energy will not be enough. يبقى الشارج هتعمل ايه؟ شارج شقيانة يعني، ده شارج دلوقتي مش هي عندها بوزيتيف؟ مش هي بوزيتيفلي تشارجد؟ هتأتراكت لمين؟ للنيجاتيف بول اوف ذا باتري ولا لا؟ The charge دلوقتي خفيفة ما عندهاش أي energy. The charge, the positive charge will be attracted, will be attracted to the negative pole of the battery. Positive and negative attract to each other. يبقى الcharge هتمشي كده كده معايا يا ولاد؟ اهو 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 دخلت على مين؟ دخلت على مين؟ دخلت على البوزيت، على النيجاتيف بول اوف ذا باتري ولا لا؟ راجعه فاضيه ولا لا؟ هتدخل جوه البطاريه، هتطلع شايله ايه تاني؟ شايله الكتريك انرجي. ذا باتري جيف ذا تشارج انذر انرجي. تمام. يبقى فاينالي زي بالظبط واحد بتاع ديليفري سلم الشحنه ورجع تاني للمطعم عشان ياخد حاجه تانيه يوصلها. يبقى ذا تشارج دلوقتي، ذا تشارج ويل كاري مور انرجي او انرجي اجين، انرجي اجين فروم ذا باتري. يبقى انا كده حققت الغرض بتاعي ولا لا؟ تمام فهمتوا؟ ايوه فهمت ايه اللي بيحصل. يبقى بتطلع من البوزيتيف بول اوف ذا باتري تشارج، اسمها بتبقى بوزيتيف زي البوزيتيف بول اوف ذا باتري، بس التشارج دي طالعه شايله فوق نفخه الالكتريك انرجي اللي طالعه من البطاريه.
وتفضل تلف الايه التشارج شايله الانرجي لحد ما تلاقي حد يغلس عليها. هل في حد بيغلس عليها في الواير؟ لا، لان الواير مش ما عندوش ريزيستنس. اول ما التشارج تلاقي كومبوننت، تلاقي ديفايس موجود في السيركت ده بيغلس عليه، يقول لها ما حدش هيعدي هنا. تروح عامله ايه؟ تدي له رشوه. ايه الرشوه اللي هتديها له؟ الانرجي اللي فوق نافوخ. هل الانرجي اللي اتاخدت من البطاريه كلها وصلت ها لل لمبه؟ لا، some of the energy consumed فين؟ some of the energy consumed ها عشان احرك الايه التشارج ثرو اوت ذا واير ولا لا؟ Okay, some of the energy used to move the charge throughout the conductors to overcome the mean, the resistance. The charge تدخل على اللمبة، اللمبة تقول لها سيبي لي ادفعي لي هنا حاجة عشان تعدي. التاكت هتروح مديها الانرجي، هتروح اللمبة منورة والتشارج خارجة الناحية التانية بوزيتيف مش شايلة أي حاجة. Charge will keep moving وهي free of energy لحد ما توصل للنيجاتيف full of the battery، تدخل تاخد electric energy تطلع تاني شايله electric. اوكي okay. احنا مش بنرسم السيركت كده، this is very primitive. السيركت بيترسم كده يا ولاد، بص معايا. هنرسم الباتري، بنرسمها كده او السيل. لو هي واحدة بنسميها سيل، لو هي كذا واحدة جروب اوف سيلز بنسميهم باتري. This is the positive pole, this is the negative pole of the battery. تمام؟ أي بطارية بيبقى عندها سويتش، سويتش دايما بيترسم مفتوح كده. لو أنا قافل السيركت يترسم كده. أهو. كده معناه إن سويتش مقفول والباثواي بتاع الشارج مقفول فهي بتعدي. لو السيركت از كلوزد بنرسمه كده، لو السيركت از اوبن بيترسم كده. عاده بيترسم لما احنا بنرسمه، بنرسمه مفتوح دايما السويتش. اوكي، وهنا بيبقى فيه اللمبه. اللمبه مش بنرسمها بقى واير وتنجستن واير وكده، بنرسم دايره والدايره دي عليها كروس، يبقى ده ريبريزنتنج البامب. تمام، يبقى انا دلوقتي ادي السيركت عندي، تشارج خارجه من هنا، خد بالك معايا شايله ايه فوق نافوخها. انت شايله ايه تشارج فوق نافوخك؟ يا عم انا شايله انرجي، سيبني في حالي. صح ولا لا؟ تدخل هنا شايله انرجي بكرامتها، تخرج من الاذر سايد مش شايله حاجه خالص. الانرجي مين خدها؟ مين اللي خدها؟ البلب. مين اللي وصلها؟ التشارج. نيجي لأول حاجة عايزين نقولها النهاردة، الفولتج. What is the voltage؟ الفولتج هي الانرجي carried by unit charge. يا رب يكونوا فاهموا، هي الانرجي carried by one charge. ها، الفولتج equals الانرجي carried by one charge where الاي هي الانرجي. الاي هي الايه؟ الانرجي، واليونت بتاعتها بالجول. الاي هي الانرجي، انرجي واليونت بتاعتنا بالجول. والكيو هي ال يونت بتاعت التشارج. الكيو هي التشارج واليونت بتاعتها كولوم، كولوم او بيقولوا سي كابيتال كده، زي ما بنقول الجول جي كابيتال، كولومز سي كابيتال. الفولتج بقى الفي اللي هو الفولتج، اليونت بتاعته بتبقى
الفولت كابيتال في. ماشي. لو انا عندي عشان نفهمك بطاريه مكتوب عليها اكزامبل، عندي بطاريه مكتوب عليها 10 فولت باتري، عندي 10 فولت باتري، ده معناه ايه؟ هو الفولتج ده هو الاماونت اوف انرجي كارد باي 1 تشارج ولا لا؟ قد ايه انرجي كل تشارج شايلاه؟ ده معناه ان 10 فولت باتري معناه ان كل تشارج each charge okay from the battery او of the battery off. كل charge طلع من البطارية okay شايلة carries and deliver at carries وحد delivers okay قد ايه؟ 10 جول. 10 يعني معناها ان كل تشارج شايله قد ايه؟ 10 جول. كل تشارج طلع، مش كلهم شايلين توتال 10 جول، لا كل واحده شايله 10 جول اوف الكتريك. كل تشارج شايله 10 جول of electric. مفروض ان هي توصل ال 10 جولز دول لللمبة، بس actually مش بيوصلوا 10 ابدا، يوصلوا 9.5 مثلا، لان 5 جول used ان هم يحركوا التشارج ايه؟ work done to overcome the resistance ولا لا اللي موجودة جوه الواير، اي واير جواه شوية غلاسة للتشارج. يعني انت لو شايل ميه فوق نافوخك وجو حر زي ده وعطشت، مش هتمد ايدك تشرب شويه من الميه تشيلهم فوق راسك ولا تموت؟ صح ولا لا؟ Some of this energy will be used to drive the charge to overcome the resistance, work done to overcome the resistance. تمام؟ Of the wire. فهمت ولا لا؟ ماشي يا شباب؟ تمام. كلمة voltage دي هنشوفها، او الفولت دي هنشوفها مرتين. انا عندي الفولت ممكن across the lamp، وفي الحاله دي هسميه potential difference، هو هرسمها لك وفهمها لك potential difference، أو يبقى across the battery، وفي الحالة دي هسميه electromotive force. electromotive force. يبقى الفولت ده could measure حاجتين، potential difference يبقى unit for، it's a unit for potential difference و electromotive force. ايه ده مش فاهم حاجة. بص يا ابني، شباب معايا ولا ايه؟ مع حضرتك يا مس. تمام، عشان نور اتقطع، فطبعا ايه خليكم انتوا عارفين. هل ممكن نعمل الحصه دي بدري ساعه؟ عشان بس النور بيتقطع عندي من واحده لاثنين. لسه عندي قبل حضرتك بالظبط ايه اسبوع. خلاص خلاص، خلينا زي ما احنا. اوكي، ايه الفرق بين بوتنشال ديفرنس والكتروموتيف فورس؟ والاثنين بيتقاسوا بالفولت. طب تعالى احكي لك حكايه. والاثنين بنسميهم فولتج، على فكره الاثنين بنقول عليهم فولتج، بس في فرق جوهري بين ده وده. بص يا ابني، دلوقتي ادي البطاريه
انت فاهم دلوقتي دي بوست فول اوف ذا باتري صح ولا لا؟ ودي مين؟ ودي البلب صح؟ البوست فول اوف ذا باتري بيطلع تشارج شايله انرجي مظبوط؟ التشارج بتوصل هنا شايله الانرجي، التشارج بتخرج من البلب شايله خيبتها، يعني هي سابت ايه للبلب؟ سابت البلب كل اللي حلتها ولا لا؟ مظبوط. حلو. الانرجي lost from the charge when it goes through the component او اللود او البلب بسميه البوتنشال، يبقى the energy lost from the charge when it passes through the bulb أو the circuit component, the circuit component, okay, we call it potential difference. هو ده مين؟ هو ده ال potential difference. اوكي. يبقى انا كتشارج سلمت انرجي اللي انا كانت في دماغي في معايا شايلها فوق دماغي للبلب. This is the potential difference. يبقى the charge go through the bulb and lose energy ولا لا؟ Yes. تمام. هنا بقى التشارج هترجع لمين؟ وهي مش شايله حاجه خالص، هترجع لمركز للمطعم، للمطعم اللي اللي بيحضر الايه، اللي بيحضر الانرجي ولا لا، اللي هو الباتري. هترجع التشارج دلوقتي يا جماعه للباتري، اوكي، وهي مش شايله حاجه خالص، هتدخل جوه الباتري هتشيل انرجي تاني صح ولا لا؟ Yes. والباتري وهتشيل انرجي فوق نفخة تاني. الانرجي carried by the charge now اسمها electromotive force. يبقى الالكتروموتيف فورس دي عبارة عن ايه؟ الانرجي the energy gained by one charge when it passes or when it goes through the battery, when it goes through the battery. يبقى دلوقتي التشارج ماشيه سلمت انرجي للبلب، بسمي الايه، بسمي ده الايه، this is the potential difference, this is the voltage. هل دلوقتي التشارج رجعت فاضيه للبطاريه، راحت البطاريه مديها الكتريك انرجي، بسمي ده ايه؟ الكتروموتيف فورس، اي ام اف. وفي الحالتين اتس انرجي كارد باي وان تشارج ولا لا؟ ان بوث كيسز مظبوط؟ اتس انرجي كارد باي one charge مظبوط، سواء ده او ده صح يا جماعه. potential difference على فكره بنقول عليه PD. ده معناها ايه potential difference؟ يعني كانت التشارج عندها certain potential اللي هي عندها مقدره، عندها energy، داخله هنا بانرجي كبيره طالعه هنا بانرجي زيرو. يبقى تفتكر لو انا عايزه اقيس الاماونت اوف انرجي اللي دخلت للبطاريه، هقيس التشارج داخله شايله قد ايه انرجي وطالعه شايله قد ايه انرجي واجيب الديفرنس بينهم ولا لا؟ صح.
يعني بشوف التشارج هنا شايله ايه، شايله 10 جول، طالعه هنا شايله 0 جول، يبقى الفرق بينهم 10. يبقى ال 10 ده 10 جولز اخذتهم مين، شفطتهم مين في بطنها؟ اللمبه. فهمت؟ potential difference it is the difference between قدرة التشارج اللي داخلة بانرجي قد ايه وخارجة بانرجي قد ايه. فهمتوا حاجة؟ electromotive force يعني the amount of energy carried by one charge when it passed through the battery. When it passed through the battery. دي مهمة جدا. طيب نيجي بعد كده نخش على another definition مهم جدا. Number two. ال current intensity. ال current intensity. ال current intensity. اللي بنسميه current. ايه بقى ال current؟ بص بقى يا سيدي. الشارج دي can move very slowly أو super quick. سرعة حركة الشارج هي الكرنت. يبقى الكرنت هو الايه؟ الكرنت هو عبارة عن the rate of flow of charges أو the number of charges passing through certain point in the circuit. قد ايه charge بتعدي بنقطة معينة في السيركت؟ الكلام ده في 1 second. بمعنى how many charges passing in 1 second through the circuit. اليونت الرول بتاعي I equal the number of charges بالQ over a time بالT. ده مهم قوي. لما اجي اقول لك اليونت بتاعه الاي اي تقول لي اليونت امبير. امبير ات از اي. لما اجي اقول لك الكرنت از 3 امبير يعني ايه؟ what is meant by the current is 3 امبير او ام. ده معناه ايه ان الكرنت 3 امبير؟ 3 امبير ده معناه ان النمبر اوف تشارجز اللي بتعدي كام؟ هاو ماني تشارجز باسنج في 1 سكند كام؟ ده معناه على طول ان انا عندي 3 تشارجز صح ولا لا؟ باسنج ثرو سيرتن point بتعدي في certain point okay in the circuit بعد in 1 second. امتى ال I امتى ال I equal 3 ampere؟ لما ال Q تبقى 3 وال time بيبقى بواحد ولا لأ؟ yes. اوكي طب خد بالك لما اقول لك مثلا الكرنت 1 امبير ده معناه ايه؟ ده معناه ان عندي 1 charge passing throughout certain point في السيركت في 1 second. طب لما اجي اقول لك الكرنت half امبير ما عنديش حاجة اسمها half charge. ما عنديش حاجة اسمها half charge.
امال ده معناه ايه؟ معناه ان انا عندي one charge بتعدي، مش ال I equals Q over T، ده معناه ان انا عندي one charge بتعدي في 2 seconds ولا لا؟ ده معناه ان this is very slow rate. صح، ده معناه ان ال charge move slowly، حرك بالراحة. The charges move very slowly. Okay, we don't break the charge. ماشي يا جماعة، ده معناه ان انا عندي one charge pass throughout the circuit in 2 seconds. Okay. تمام. يبقى ال voltage قد ايه energy carried by one charge، صح ولا لا؟ لو هي potential difference يبقى energy lost by the charge when it passed through any component في السيركت. لو هي electromotive force يبقى ال carried ال energy carried by the charge when it passed through the battery. اوكي. تالت حاجة مهمة جدا بناخدها هي resistance. والresistance دي الساين بتاعتها بنقول عليها R، واليونت بتاعتها ohms. ohms أو بنعملها زي الأوميجا كده. الresistance هي property of matter، property of matter. The resistance is property of matter that تغلس، that slow down the flow of charges. The flow of charges يعني بتغلس على ال flow of charges. اوكي. يبقى resistance بتريزست مين؟ بتريزست مين تعدي؟ الشارجز ولا لا؟ بتبطئ الشارجز. All conductors، خد بالك، حتى احسن واحد فيهم، all conductors، مفيش conductor عنده zero resistance. All conductors ودي مره جت في السؤال، or even يا جماعة batteries، كل الكوندكتور وكل الباتريز عندها resistance. All conductors and batteries مالهم have resistance. بس الفكرة هنا كل ما أنا كنت كوندكتور كويس كل ما الريزيستنس بتاعتي بتبقى قليلة. الريزيستنس بتحاول إن هي تغلس على الشارج. ال good conductors، good conductors على طول تترجم في دماغك لأن هو عنده إيه؟ Why it's good؟ Because it has a has أو have هنا less resistance، لكن مفيش حد عنده zero resistance. اوكي. ال increasing resistance معناها ان الكوندكتور ده تعبان يا قلبي، ضعيف. الكوندكتور ده مش بيساعدني، مش بيساعدني ان انا deliver ال energy to the component في السيركت. لما اجي اقول لك ان الكوبر example، copper has low resistance، تفهم من كده ايه؟ واجي اقول لك on the other hand ان اللامب اللمبة has a high resistance.
اوكي. الكوبر عنده low resistance ليه؟ to allow the charge to pass ولا لا؟ to pass to deliver mean. هي charge وظيفتها ايه في الحياة؟ to deliver electric energy ولا لا؟ نفس على اللمبة. اللمبة عندها high resistance عشان تخطف ايه؟ to take the mean, to take the electric energy. صح. to take electric energy carried by the church. انت دلوقتي لو حرامي ثبت واحد لازم اوقف الواحد ده الاول وبعد كده اخد اللي فيه ولا لا، اخد اللي هو شايله ولا لا. يبقى مين ثبت دلوقتي التشارج؟ الهاي ايه؟ الهاي ريزيستنس. تمام. الهاي ريزيستنس بتعمل ايه؟ the high resistance, the high resistance هتعمل ايه؟ slowing down, slowing down the charge. ثبتت ال charge and take mean. عملت حاجتين، اخد طب وقفت ال charge slow down the charge. اوكي، ما دام slowing down the charge يبقى قللت الflow of charge، وما دام قللت الflow of charge يبقى قللت الcurrent ولا لا؟ صح. يبقى ال high resistance أول حاجة slowing down the charge، تاني حاجة عملتها إن هي take the energy away from the charge. يبقى أنا ثبت، أنا حرامي ثبت الراجل، أدي أول حاجة، تاني حاجة خدت منه حاجته، يبقى take away، take away أو takes the energy، takes the energy carried by the charge away from the charge، take the energy، take the energy from the charge. Okay، take the energy away from the charge. ماشي. يبقى الهاي ريزيستنس عملت حاجتين، slowing down the charge و take the energy away from the charge. تمام يا شباب؟ لو انا عايز اقول حاجة عندها high resistance يبقى هتعمل number one وهتعمل number two. اليونت زي ما اتفقنا الريزيستنس، اليونت بتاعتي الاوم، والاوم دي بتبقى الساين بتاعتها عامله زي الاوميجا كده زي ما اتفقنا. واحنا اتفقنا ان الريزيستنس بتعاكس مين؟ بتغلص على الكرنت ولا لا؟ اوكي، يبقى الريزيستنس لو زادت الكرنت بيقل and vice versa. تمام؟ متفقين؟ and this is for the same voltage أو the same potential difference طالع من أو ال potential difference اللي طالع من أو ال potential difference اللي واصل لللمبة واحد أو الإلكتروموتيف فورس اللي مطلعاه البطارية واحد، كل ما الريزيستنس تزيد الكرنت يقل. طب الريزيستنس دي بتبقى depends على الإيه؟ depends على كذا فاكتور. الريزيستنس depends على يعني
الريزيستنس بتاع الواير في حاجات فاكتورز افكت عليه بتزودها او بتنقصها. تمام، خلينا قبل ما نخش على الحاجات اللي بتخلي الريزيستنس يزيد او تقل، نوع الماتيريال نفسه، نوع السبستنس نفسها ديبندز على الماتيريال. يبقى تعالى كده نتكلم على فاكتورز افكتنج، بتاثر على مين؟ افكتنج ذا ريزيستنس. قبل ما ناخد اومز لو، في حاجات بتاثر على الريزيستنس. عايزين تاخدوا بريك ولا في حد عنده حصه الساعه 2 تقريبا؟ صح، خلاص خلينا نكمل. Factors affecting the resistance. أول حاجة the material itself. Resistance depends on the material. اتفقنا على حاجة، the resistance دي flows down mean. Flows down the rate of flow of charges يعني the current. صح، ساعات تمشي في شارع ما فيهوش مطبات زي الهاي واي تلاقي نفسك تمشي بسرعه جدا، ساعات تاني تمشي في شارع مليان مطبات تلاقي نفسك تنزل من مطب تقع في مطب تاني حفره ومطب كده كده، السبيد بتاعتك هتقل. لكن انت لو ماشي في شارع ستريت فورورد السبيد بتاعتي حديت. صح ولا لا؟ مش الماتيريال برضو كده. لو انا كتشارج ماشي ولقيت هنا ادي التشارج اهو، طالما انا ماشي هنا في ماتيريال ولقيت الماتيريال دي مليانه اوبستكلز، يبقى هل حياتي كتشارج وانا ماشي وسط الماتيريال دي سهله؟ ولا هطلع فوق وبعدين اجي امشي الاقي حاجة قدامي اروح جاي لافف من وراها؟ يبقى انا عندي هنا ايه؟ الماتيريال هنا ممكن تمنع التشارج ان هي تعدي، يبقى التشارج هنا التشارج will not flow in a fast rate. صح ولا لا؟ in a fast rate. ده معناه ان الريزيستنس از هاي عاليه، وده معناه ان الكرنت ايه؟ الكرنت قليل. صح ولا لا؟ التشارج هنا عندها بتلاقي مطبات واقفين لها، it's not easy for the charge to pass from point A to point B. It's not easy for it. It was قصة حزينة لأنها لقت إيه؟ لقت obstacles قدامها ولا لأ؟ Charge will not flow in a fast rate. Resistance is high, current EL. But لو أنا عندي conductor بقى، conductor بقى والconductor ده فلة مفهوش إلا obstacle عبيطة قوي هنا كده، هل التشارج هنا هتلاقي مشاكل؟ ما اقدرش اقول ان هو ما فيهوش اي obstacle، ما فيهوش اي مطبات، فيه بس مطبات قليلة جدا، بس التشارج هنا هتمشي على طول وممكن المطب ده ما يشكلهاش اي مشكلة وتكمل على طول. صح ولا لا؟ yes. يبقى هنا في الحالة دي التشارج will flow faster okay. ده معناه ان resistance is low وده معناه ان current is high. صح، يبقى ده depends على مين؟ الماتيريال from which the charge out from which the conductor is made of.
لو انا عايز اعمل كوندكتور سيلف يبقى الغرض ان انا اوصل الكهرباء ولا او اوصل الانرجي ولا اخد الانرجي. لو انا عندي عايز اعمل سيركت عايز اوصل الكتريك انرجي لكومبوننت للمبه ثرو واير، الغرض من الواير انه يوصل الانرجي ولا ياخدها؟ يوصل يعني يبقى الريزيستنس بتاعته قليله ولا لا، الكرنت يبقى هاي كرنت يبقى ريت اوف فلو عالي صح؟ يس تمام. لكن لو انا عايز ها اني اخد الانرجي دي عشان ايوزت بحاجة يوسفل، انا موتور عايز الانرجي دي عشان اتحرك اعمل حركة اشغل ماشين عندي، انا لمبة عايز الانرجي دي، يبقى الريزيستنس بتاعي ايه؟ هل انا الغرض مني اعدي التشارج بالانرجي ولا اثبت التشارج بالانرجي واخد منها الانرجي؟ تبقى هاي ريزيستنس exactly to take the energy from the charge. اوكي. تاني حاجه بتقصق دي مهمه جدا، تاني فاكتور بيأثر معايا اللينث بتاع الواير والكروس سكشن الاريا بتاع الواير. يبقى اللينث اوف ذا واير بالعقل كده يا جماعه، لو انا عندي واير والواير ده اللينكس بتاعه طويل هياخد وقت من التشارج ان هي تعدي ثرو اوت ذس واير ولا لا؟ ده مثلا الفاليو بتاعته 10 اومز ريزيستنس، اللينكس بتاعه كام؟ 2 مثلا ال. عندي واير تاني نفس الكروس سكشن الاريا بس الواير ده النص بس، طوله قد ايه؟ طوله ال. هلاقي الريزيستنس بتاعته كام؟ 5 اوم. ليه؟ لان التشارج هنا هتعدي ده اسرع ولا لا؟ يبقى عشان يمشي 2 ال انا عندي في الحالتين 1 تشارج، كل ما تمشي مشوار أطول يبقى هقول the longer the wire، كل ما كان الواير أطول كل ما كان الريت اوف فلو هنا أعلى ولا لا ولا أقل؟ الفلو ريت هنا هيبقى أقل صح، هتاخد وقت هنا أطول إن هي تعدي المشوار ده كله، في حين إن هنا هتاخد وقت إيه أقل ولا لا؟ نفس التشارج الكيو اوفر تي، الكرنت هنا هيبقى ايه؟ نفس التشارج واحد هتعدي المسافه دي كلها في تايم اكبر ولا لا؟ يبقى الاي هنا هي ايه؟ الكرنت هنا هيزيد لان اللي سوري الكرنت هنا هيقل لان التايم بيزيد، وconsequently resistance هت ايه؟ هت increases. رايح انا مشوار، المشوار ده طويل شوية هياخد مني وقت طويل ولا لا؟ المشوار ده همشي مشوار طويل شوية، بدل ما همشي 100 كيلو همشي 200 كيلو، بدل ما هروح مارينا هطلع على مرسى مطروح، هل هوصل بسرعة؟ صح، معناها نفس العربية ونفس كل حاجة بس أنا طولت لها المشوار ولا لا؟ يبقى the longer the wire. مس بس مش ممكن إن الطريق ده غير الطريق ده فالريزيستنس بتبقى مختلفة؟ لا البتاع واحد، شفتيني أنا غيرت لك الحاجة في الواير؟ لا هو بس اللي يبقى أنا هنا بلعب في مين؟ the length of the wire same material
يبقى طريق واحد ولا لأ؟ وسيم ايه؟ سيم كروس سكشنال اريا، كروس سكشنال اريا، يبقى انا كده حقانيه. ليه بقى؟ بغير حاجه واحده بس، ما ينفعش في اكسبيرمنت واحده تغيري حاجتين. تمام؟ فانه في 2L ولا في L التشارج هتوصل اسرع؟ L. في L. يبقى هنا على طول الاي الريت اوف فلو اوف كارنت نمبر اوف تشارجز اوفر T، صح ولا لا؟ هنا T هيقل، التايم هيقل، لان اللينث اوف واير هيقل ولا لا؟ Yes. اوكي، فكونسيكوينتلي الاي هتزيد. وما دام الاي بتزيد ده معناه ان الار بتقل ولا لا؟ الريت اوف فلو سرع، ده معناه ان مفيش ريزيستنس، مفيش غلاسه. تمام؟ تمام. حلو. ثالث فاكتور اللي هو كروس سكشنال اريا. يعني ايه كروس سكشنال اريا؟ عشان افهمها لك، لو انت جبت خرطوم ميه سخين وقطعته، وجبت خرطوم ميه تاني رفيع وقطعته، تمام؟ يبقى انا قطعت عندي 2 رابر اوكي تيوب وقطعتهم، وهاجي هنا اجمع الميه اللي هتتكون او هتيجي في الرابر تيوب ده عندي في 1 سكند. يا ترى ايه ولا بي؟ انه واحد فيهم يجيب لي ميه اكتر في 1 سكند؟ ايه، لانه اتخن، صح؟ يعني ايه هيجيب لي كل الميه دي في 1 سكند، لكن بي هيجيب لي ميه قليله. عشان كده الخراطيم اللي بيستخدموها في يطفوا بيها الحرايق بتبقى دايما تخينه ولا لا؟ عشان بتوصل ميه كتير في وقت قليل، اقدر اطفي بيها الحريق، صح ولا لا؟ حلوه. تعالى ناخد نفس نظريه الخراطيم دي ونطبقها على الواير. اعتبر كل واير عندي كانه رابر تيوب، كانه خرطوم بالظبط. انه واير الثيك ولا الثين اللي يوصل تشارجز اكتر، بيعمل ريت اوف فلو اكتر للتشارجز في 1 سكند؟ ثيك. الثيك طبعا. يبقى هنيجي هنا على ذا ثيرد فاكتور which is the area، the cross sectional area. يعني ايه cross sectional area؟ يعني انت جبت خرطوم او جبت سلك وقطعته بالعرض، كروس قطعته بالعرض، كروس سكشنال اريا، الاريا بتاعته. لو قطعته بالعرض هيبان لي دايره ولا لا؟ يس. يس. والاريا هنا في الحاله دي ايكوال هاي ار سكويرد اوف ذا سيركل، مظبوط ولا لا؟ حلوه. لو انا عندي دلوقتي لازم اثبت حاجه، الكلام اللي هعمله، الاكسبيرمنت اللي هعملها لازم يبقى سيم ماتيريال، سيم ماتيريال مظبوط، وسيم ايه، وسيم لينك. لكن انا عندي اول كوندكتور اسمه ايه، اعمل كده، وتاني كوندكتور اسمه بي، ما شاء الله عليه حلو كده. For the same length with same material. اوكي؟ تفتكر انه ريت اوف فلو هيبقى اسرع في ايه ولا في بي؟ ليه؟ انا عندي 1 تشارج هتقدر تعدي شايله انرجي. لكن في بي ممكن اعدي 1 2 ثلاثة تشارجز ولا لا؟ كل واحدة فيهم شايلة انرجي ولا لا؟ يس. يس. يبقى مين اللي هيعمل لي ريت اوف فلو نمبر اوف تشارجز بير سكند اكتر؟ البي. بي. يبقى بي ده ادي تشارج وادي تشارج وادي تشارج، لكن ايه ده مش هيقدر يعدي الا تشارج واحدة بس.
خلاص هنقول ده A cross sectional area بتاعته A وده cross sectional area بتاعته 3A مظبوط. يبقى as the area increases ده معناه more charges can pass in one second. يعني ال I بيزيد ولا لا؟ consequently a resistance الغلاسة الحاجة اللي بتسلو داون الكرنت بتقل. يبقى لو الاريا increased الريزيستنس تقل ولو الاريا قلت الريزيستنس بتزيد ولا لا؟ تمام؟ من الكلمتين دول الريزيستنس is directly proportional للlength ده يزيد ده يزيد inversely proportional للarea ولا لا؟ This is important. وهقول لك حاجة مهمة جدا. Example ده مهم جدا. If in the question وده جابها قبل كده على فكرة أنا كتبت لكم رقم السؤال في الام سي كيو من غلسات الام سي كيو جون 20 question 21 اوكي قال لك ان السؤال ده قال لنا ان ايه بقى الريزيستنس of the wire increased او resistance of لا ما قاليش resistance قال لي ان length of the wire زاد ثلاث مرات. The length of the wire ال length بتاع ال wire increased three times وال area okay decreased to الهاف. ممكن يقول لك مثلا الواير كان مثلا 1 متر بقى 3 متر وان الريزيستنس وان الاريا مثلا كانت مثلا let's say مثلا 0.2 متر سكوير بقت 0.1 متر سكوير يبقى قلت للنص ولا لا؟ اه اوكي واللينث زاد ثلاث مرات وقال لك ان الاوريجينال الاوريجينال ريزيستنس اوف ذا واير كانت 5.5 اومز find the new resistance هات لي new resistance of wire B the original resistance of wire A كان 5.5 وانا زودته في اللينك ثلاث مرات وقللته في الاريا النص الرول بيقول لك ايه بقى في رول لطيف قوي ان الريزيستنس النيو ايكوالز حد عارفه النيو ريزيستنس ايكوال الريزيستنس الاوريجينال يبقى النيو ريزيستنس ايكوال الاوريجينال تايمز اللينث بتاعه زاد كم مره اللينث How many times? Times came divided الاريا times came
تعالى نطبقها كده، يبقى الانسر عندي ايه؟ الرول ده مهم قوي. يبقى الانسر عندي ايه؟ الريزيستنس الجديده ال R النيو equals الريزيستنس الاوريجينال اللي هي كانت 5.5. هو زاد في اللينث كم مره؟ ثلاث مرات ولا لا؟ increase 3 times ولا لا؟ يبقى times 3 لان الريزيستنس directly proportional to the length divided it's inversely proportional to the cross sectional area. والcross sectional area كانت كم مره؟ غيرناها كم مره؟ نزلت للايه؟ نزلت للهاف ولا لا؟ يبقى divided 0.5. فهمت؟ صمت مب. انطقوا يا جماعة، انطقوا. divided 0.5 equals هذا واحدة خمسة ونص ثلاثة الرقم ده divided 5.33. بص الريزيستنس زادت من كام لكام؟ من 5.5 ل 33 لما عملت ايه؟ طولت السلك كام مرة؟ لما طولت السلك كام مرة؟ ثلاث مرات. وقللت كروس سكشنال اريا بتاعته للنص. ده سؤال امتحان على فكره. ام سي كيو. عرفت الرول؟ The new resistance equal the original ones times the number of times the length زادت divided the number of times the cross sectional area اتغيرت. اوكي؟ ماشي. على فكره لو قال لي ان الراديوس قل النص الريزيستنس زيد ايه؟ دي كمان نوت تانية، نوت تانية. اوكي هو ما قاليش ان الاريا قلت النص. if he said ان ال radius of the wire، لو قال ان الراديوس بتاع الواير از دبلد، لو قال ان الراديوس بتاع الواير هو اللي زاد، خد بالك ان الاريا انا كتبتها لك في الاول هاي ار سكويرد ولا لا؟ ده معناه على طول ان الريزيستنس had decreased 4 times. صح؟ آه. فهمتوا؟ وان vice versa لو قال ان الراديوس if the radius decreased 2.5 okay يبقى الاريا باي ار سكويرد، يبقى الار هنا بقت هاف سكويرد هتبقى 1 اوفر 4، صح ولا لا؟ ده معناه على طول ان الريزيستنس ويل انكريز 4 تايم. انا على فكره بقول لك كل التريكات بتاعه الحته دي، فهمت ولا لا؟ يا رب يقولوا اه. حلوه. طيب اخر حاجه عشان نبقى احنا كده خلصنا تشانك حلوه. اوكي اللي هو مين يا جماعه؟ لو طلب مني الاسئله هنشوف الاسئله بتيجي ازاي.
بس في نوت كده صغيرة قبل ما نشوف أي أسئلة وقبل ما نقول أومز لو، نوت كده يا شباب لو سمحت. الدايركشن لو قال لي في هنا حتة كونفيوز، تعمل كونفيوجن شوية. ال current عنده direction، the current direction، the direction of current، the direction اللي هو ال conventional current، the direction of current. okay، لو من ال positive to ال negative، ده اللي كانوا العلماء زمان متصورين ان هو ده direction صح، وحطوا عليه كل ال rules بتاعت الفيزيكس، و بعد كده اكتشفوا ان هو من النيجاتيف للبوزيتيف. اوكي، فالدايركشن القديم ده اللي حط عليه كل الرولز اللي كاستلو ان هم يغيروها سموه كونفنشنال كرنت. كونفنشنال كرنت، يبقى الكونفنشنال كرنت منين؟ من البوزيتيف لمين؟ اللي احنا شارحين عليه دلوقتي، من البوزيتيف للنيجاتيف ولا لا؟ بعد ما اكتشفوا بقى ان الدنيا مش كده خالص، وان في حاجه اسمها الكترونز، وان الالكترونز هي اللي هي عندي اوريدي اللي بتنقل الالكتريك انرجي، قال لك وي كول ذس ريل كرنت. وات از ذا ريل كرنت؟ الريل كرنت، الريل كرنت الحقيقي الفعلي ده بيبقى direction، direction of flow of electrons. This is the direction of flow of electrons. أمال اللي فوق ده مين؟ ال conventional current ده، ده بتاع ال flow of positive charge. Flow of positive charge. من ال positive to ال negative. A real current هو direction of flow of electrons، وده بيبقى من الالكترونز طالعه منين؟ من النيجاتيف بول للبوزيتيف بول of battery، والكلام ده بيبقى مين؟ through the mean، through the circuit، through the circuit. لو انت عندك بطاريه ده البوزيتيف وده النيجاتيف، الريل كارنت زي ما بنشغله في الالكتروليسز من النيجاتيف بول رايح على البوزيتيف بول، لكن الكونفنشنال كارنت ده على قديمه اللي هي الايه، اللي هي التشارج البوزيتيف بتتحرك من البوزيتيف بول اوف ذا باتري، بتمشي ترجع اتراكتد للنيجاتيف بول اوف ذا باتري. فهمت؟ This is a real current. It's direction of flow of electrons يا جماعه. Direction of flow of mean of electron. Okay. لو طلب direction of current. لو طلب direction of current. يبقى هقول له من البوزيتيف للنيجاتيف. يبقى هو he means mean الconventional اللي على قديمه. conventional current. لو قال لي direction of electron يبقى هقول له منين؟ من النيجاتيف للبوزيتيف pole of الباتري. تمام؟ ماشي يا شباب؟ ماشي يا مستر. حلو زي الفل. تعالى بقى نديكوا شوية كده حاجات symbols مطلوبة من حضرتك. To draw a circuit. لا خلينا ناخدها تحت لوحدها. لحد دلوقتي الدنيا ماشية؟ الناس اللي ما خدتش physics الدنيا ماشية؟ محدش بيرد. كل واخد فيزيكس تمام. To draw a circuit. أول حاجة لو أنت عندك واحدة بس، سيل واحدة بس
دي بنسميها cell. ده positive وده negative. This is a cell. لو عندي group of cells يعني واحدة هي وبعدين ترسم شرط، ده معناه ان في كذا واحدة متوصلة هنا وقفلة بآخر واحدة، دي على بعضها بنسميها يا جماعة positive ونيجاتيف، دي على بعضها بنسميها باتري. باتري تمام. لو عندي power supply يعني الكهرباء بتاعت الحكومة، power supply، power supply بيعملوا كده، ده الكهرباء بتاعت السلك ها بتاعت الكوبس عندي. اي باور سبلاي بقى بيرسموه كده، بس ده معناه اي سي alternative current، ده معناه الكهرباء بتاعت الحكومه اللي داخله لك عندك ماشيه في السلك بتاعك في بيتك. اوكي ماشي. لو عندي بلب بطاريه بنرسمها كده، ولو عندي ادي البلب، لو عندي ريزيست سويتش بيترسم كده عاده مفتوح، ولو مقفول او لو شفته مرسوم كده معناها ان السيركت از كلوزد، بس عاده بيترسم مفتوح كده. اوكي عندي ايه كمان من الحاجات المطلوبه مني؟ الريزيستنس. لو عندي الريزيسترز، لو عندي فيكسد ريزيستر عندها فاليو واحده مش بتتغير بترسم كده، لو عندي فاريبل ريزيستر يعني الفاليو بتاعتها بتتغير ممكن ان انا بغيرها، ولما بغيرها بكنترول the amount of energy أو amount of number of charges passing through one second، ده معناه إن أنا بغير بكنترول الكرنت. عارف إيه الـ variable resistor اللي بنستخدمها على طول؟ عارفين الميكسر عندنا في البيت مش ليه سرعات؟ الخلاط ليه سرعات ولا لأ؟ أول سرعة ليه بطيئة، ده معناه ان ريت اوف فلو اوف تشارجز قليل، ده معناه ان الريزيستنس عاليه. تاني سرعه ليه اسرع، صح، ده معناه ان انت غيرت حاجه في السيركت خليت مور تشارجز كارينج انرجي باسنج ثرو 1 سكند، ده معناه ان في انرجي اكتر بتوصل اسرع بفلو اسرع للموتور ولا لا، فيبتدي الموتور يشتغل اسرع. ده بينغيره بمين؟ بفاريبل ريزيستر. يبقى الفاريبل ريزيستر دي بتكنترولز مين؟ كنترولز الكرنت ولا لا؟ بتزوده او تقلله. لكن الفيكسد دي عندها فيكسد فاليو مكتوب عليها 5 اوم، يبقى هي 5 اوم. اوكي؟ من الحاجات برضو تو ميجر البوتنشال ديفرنس او الالكتروموتيف فورس بنستخدم يوز فولت ميتر. فولت ميتر الساين بتاعته بتبقى في، والفولت ميتر ده هيتوصل ان بارل زي ما هقول لك تو ميجر الكرنت انتنسيتي. We used a meter. A meter. وبتبقى بنرسمه كده دايرة وبنكتب عليها ايه. تمام؟ بص بقى يا سيدي. الفولت ميتر. الفولت ميتر. Connected. فهمك ليه. Connected. In the series. In the series. دايما. in parallel. يعني ايه؟ هو الفولت ميتر ده مش بيقيس الفولتج، والفولتج يعني قد ايه energy carried by the charge ولا لا؟
تمام. الاماونت اوف انرجي، الاماونت اوف انرجي. Are you following me يا شباب ولا لأ؟ كاريت باي وان تشارج. قد ايه انرجي كاريت باي وان تشارج؟ طب انا دلوقتي مدخل، ها ادي عندي بلب وعايز اشوفك يا بلب خدتي كام انرجي مني. تشارج جايه عبيطه اهي شايله ايه؟ ضحك عليها دلوقتي هتتثبت، مين هيثبتها؟ هيسلو ات داون ولا هاتي اللي معاكي مين؟ رب يكونوا فاهموا حاجه. مين البلب؟ البلب. الله ينور عليك. انا بقى اجي احط الفولت ميتر فين؟ حطه هنا. يوم يقيس لي ايه؟ قد ايه انرجي بيقيس؟ قد ايه انرجي؟ اماونت اوف انرجي كارد باي ذا تشارج. كام هنا؟ 3 جول صح؟ واجي اثبته هنا كمان. يوم يقيس لي قد ايه انرجي كارد باي ذا تشارج؟ زيرو جول صح ولا لا؟ ايوه. عشان كده بسميه بوتنشال ديفرنس. 3 ماينس 0 يعني في 3 فولت. فهمتوا؟ بنوصله ان شاء الله ان بارلل. هنا يقيس وهنا يقيس. قد ايه انرجي داخله كارد باي ذا تشارج، قد ايه انرجي خارجه كارد باي ذا سيم تشارج. فهمتوا؟ بنقيس اللي داخل واللي خارج ونجيب الفرق بينهم. يبقى ده الانرجي اللي شفطها مين؟ البول. اكزاكتلي، ثانك يو. طب الاميتر قال لك لا، الاميتر ده عامل زي الراجل بتاع الايه اللي بيحطوه على الجيت بتاع السينما، لازم يعد كام واحد داخل، لازم يقطع بوابة تقطع الفلو عشان اقدر اعد how many charges بتعدي في 1 second. connected in a، لازم اقطع بيه السيركت وارزعه، دي اسمها in series. to the circuit، to the circuit يعني لازم اجي ارزعه كده في النص. ادي الاميتر، يوم يعد 1 2 تمام، وكل تشارج شايله 3 جول 3 جول، يبقى في 1 سكند عد 2 تشارجز كل واحده شايله 3 جول صح ولا لا؟ انا عايزاه يعد الكرنت، هو عباره عن ايه؟ عباره عن النمبر اوف تشارجز بير سكند. مظبوط. ايوه. I equals the number of charges per second. عشان كده قطعته، يبقى قول لي كده في 1 سكند الكرنت كام هنا؟ number of charges كام؟ مش 2؟ 1 سكند يعني 2 امبير ولا لا؟ الراجل اللي بيبقى واقف عند السينما لازم يقعد يعد الناس اللي داخله 1 2 3 4 ويقطع التزيد. ده لازم يبقى واقف كده قاطع السيركت وبيعد هاو ماني تشارج بتعدي في 1 سكند. فهمت ولا لا؟ تمام. هل حلو قوي. في ناس فهمت دلوقتي اكتر من قبل كده؟ اومز لو. اومز لو بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك at constant temperature، at constant temperature، at constant temperature. اوكي معايا؟
the أو I is directly proportional to the voltage and I is inversely proportional to the resistance. This is directly proportional مع الفولتج. يبقى كلامي كله على مين في اومز لو؟ على الاي ولا لا؟ اي از دايركتلي بروبورشنال تو ذا فولتج، زاد الفولتج زاد الاي. تمام؟ واي از انفرسلي بروبورشنال تو ذا ريزيستنس، انفرسلي بروبورشنال تو ذا ريزيستنس. كل ما الفولتج بتزيد as الفولتج بينكريسز. خلي بالك من الحته دي حلوه، ده معناه ان في more energy from the battery، في energy اكتر from the battery carried by the charge ولا لا؟ carried by the charge. charge هنا شايله ايه؟ شايله energy كتير، شايله اكل كتير. That pushes the charge faster and harder. That pushes the charge. إيه وإيه؟ energy كتير اللي شايلها ال charge. هتزق ال charge إيه؟ faster ولا لأ؟ ما بالعقل. أنا دلوقتي ك charge معايا energy كتير، فهتحرك faster. وكمان إيه؟ وكمان إيه؟ harder. يبقى وش كده. لما الفولتج يزيد هيزود معايا الريت اوف فلو اوف تشارجز ولا لا؟ انتهوا. ايوه صح. يس يس، دي حلوه قوي، بنستخدمها كتير. الكلام بقى بتاعنا اومز لو يقول لك ايه بقى؟ اومز لو يقول لك V equals I times ال R. دي معناها ان ال I equals V over R، صح؟ So it's directly proportional مع ال voltage و inversely proportional مع ال resistance. وادي ال triangle بتاعي، هطلع ال V فوق وتحت هنا I R ان شاء الله. Okay. Example. Straight forward and to the point. يقول لك calculate the potential difference. Calculate the potential difference. Calculate the potential difference. هل to drive عشان يزق 0.02 ampere through a 500 ohms resistor. Through resistance, the value of theta 500 ohms. ماشي؟ The rule بيقول لي إيه؟ The answer. V equals I times ال R. مظبوط؟ هو هنا بيقول لي 0.2 أمبير، تمام، يبقى ال current يبقى V equals 0.02 times ال 500 هتبقى 10 فولت. خلي بالك من حاجة، نوت أخيرة. لو هو قال لي ملي امبير، احنا اول ما نشوف كلمه ملي بنشيلها على طول ونحط مكانها divided 1000. يبقى لما اجي اقول لك 20 ملي امبير لازم تحولها لي ل اس اي يونت. هتقول لي 20 divided 1000 هيبقى 0.02 امبير ولا لا؟
تمام. This is if the current in milliampere. لأن الأمبير بيبقى SI unit. اللهم بلغت اللهم فاشهد. Finally بقى Ohm's law السيركت بتاعتها عاملة ازاي. بص معايا ايه ده، دي كده سيل صح؟ لو عملت جروب اوف سيلز بقى عندي باتري، مظبوط؟ انا عايز اعد دلوقتي الكرنت يعني النمبر اوف تشارجز فلو في 1 سكند. اقطع سيركت وارزع اميتر، احطه هنا احطه هنا، مش فارقه في اي حته صح. طيب انا عندي هنا بلب عايز اشوف بوتنشال ديفرنس، وصل لها انرجي قد ايه باي ايتش تشارج. ادي البلب اهي، احط لها هنا ايه، احط لها فولت ميتر بيقيس كان داخل انرجي قد ايه وخارج انرجي قد ايه، صح ولا لا؟ اه so this is voltmeter. الفولتميتر هنا هيقيس لي ايه؟ This is voltmeter, voltmeter, volt. لحظة واحدة. Connected in parallel. Voltmeter connected, connected in parallel. In parallel to measure the to measure هيقيس لي الايه؟ ال potential difference. اوكي؟ طب لو عايزه اشوف، لو عايزه اشوف التشارج داخله هنا بانرجي كام وطالعه من هنا بانرجي كام من الباتري، هلطع هنا ايه؟ another voltmeter ولا لا؟ ده هيقيس ايه؟ فولت ميتر هنا، فولت ميتر to measure الالكترو موتيف فورس، صح ولا لا؟ توتال فولتج فروم ذا باتري، توتال فولتج فروم ذا باتري، ده اللي قلناه النهارده. الاميتر تحطه هنا صح، تحطه هنا صح. الفولت ميتر لازم يشوف تشارج داخله شايله انرجي كام وطلع شايله انرجي كام، مفيش حاجه الفرق بينهم هو البوتنشال. هنا التشارج داخله مش شايله حاجه، طلع شايله انرجي. اوكي عرفنا اومز لو، عرفنا التكات بتاعت اومز لو. المرة الجاية إن شاء الله هناخد الباور والسيريس والبارال كونكشن، أوكي، وناخد الفيوز إن شاء الله. يعني المرة الجاية إن شاء الله نخلص، يبقى المرة اللي وراها نقعد نحل على الإلكتريسيتي وكده يبقى خلصنا إن شاء الله باي ذا إند. وممكن على آخر حصة بتاعت الأربع دي نخلص الإلكتريسيتي ونبتدي في حاجة كده صغننة في البيولوجي. تمام يا شباب؟ أوكي أوكي. Have you got today's lesson؟ أنا بحب الإلكتريستي قوي، يعني الحتة دي لطيفة. تمام؟ زي الفل. يلا نتقابل إن شاء الله الاثنين على خير. Thank you يا شباب. Thank you. هديكوا طبعاً، مش هديكوا homework لأن كل الأسئلة مش بس Ohm's law بتبقى فيها power وبتبقى فيها serious and parallel connection، فإحنا المرة الجاية هنخلص ونحل مع بعض. نعم، كان في حد يسأل حاجة؟ ما فيش حاجة. أوكي يلا نتقابل إن شاء الله next time. سلام يا أولاد.